يلا 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 يلا. كيف حالك حبيبي؟ نحتاج الخلفيه نسوون عليها، خذ راحتك انت فنان. يلا هات الولاعة. انزل انزل اللوج ما ينفع، انزل اقعد. ايوه صور صور ورا بعض ورا بعض. وصلت اول سيلفي من فريق جده. تاكد من السيلفي. مبروك 10 نقاط. مبروك 10 نقاط. عشرين نقطة يعني؟ والله مرجلة يا شيخ، أقسم بالله. شكرا. خلفية عادية صح؟ خلفية عادية بس بدون لون، بس خلفية تكون حلوة. هذه 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 حلوة. أيوة سكنت الكيكة. نوري اتصل. فريق دبي أبشركم، فريق جدة يابها صح. عنكم 10 دقائق من بعد ما أنهي المكالمة. بسرعة يا شباب. إن شاء الله يلا. وساعة الرمل بدت. ولا 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 ولا. يلا جهز الكاميرا جهز الكاميرا. وأنا صار وقت أحتفل بفوز فريق جدة ب10 نقاط. برومي شوي عندي صار أكثر من يمين. أرجع ورا أرجع 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 أرجع. لا رجعي إيدك اللي فيها كيك. أيوة رجعي بعد شوي ورا. 3-2-1 أكشن. يعني معقولة يا شباب؟ لازم تكون الخلفية ملونة. بعدين تعالوا انتوا في اكسبو، المكان ساحر وفيه كثير ألوان. عيدوها. لازم تكون الخلفية ملونة، انتوا في اكسبو المكان الساحر اللي فيه وايد ألوان. عيدوها. ليش عندي نفس السيناريو اللي سويته قبل؟ قال لي نفس الاكشن. يلا اجين. سد الهمة خليني احتفل وياكم بس. احتفلت بجدة قبلكم.